السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير، الاحوال ديالكم طيبه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده، وعواشركم مبروكه بالصحه والسلامه والعافيه، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اليوم جبت لكم سيجار صراحه بحشوه البطاطا اللي كتجي رائعه، يعني حشوه غادي تكون معها صراحه واحد هكذا مكونات اللي غادي تخليها تجي لذيذه بلا هكا يعني الطول، يعني هذا اللي كنكونوا هكذا مستانسين فيه ببطاطا. هذه غادي تجي صراحه بواحد الحشوه اللي كتخليها تجي بنينه، غادي تعجبكم بزاف. والطبقه كما كتشوفوا غادي تجي واحد الطبقه اللي مقرمشه رائعه رائعه، غير جربوها اكيد غادي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. يعني الطريقه ديال التحضير ديالها بسيطه بزاف، وحتى الطريقه ديال يعني هكذا حتى المكونات عفوا حتى هي غادي كل واحد عنده متوفره، يعني متوفره عندكم في كل بيت. كنتمنى ان شاء الله ما تنسونيش باللايكات ديالكم والتشيعات ديالكم، وبارطاجيو هذا الوصفات ديالي مع الاصدقاء والاحباب باش تعم فائده على الجميع. وبقاو معايا ان شاء الله نمروا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. هنايا كاول مرحله كان كما كتشوفوا عندي واحد 3 صاع البصلات هكذا مشلضين، وعندي الفلافل الحمراء والخضراء والصفراء مقطعين هكذا دويمات، وعندي ضفت عليهم الفلفل الاسود والزيت وهكا ولا الملح، وكنخليهم حتى كيتشحروا. هنايا بطاطا يعني على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما ديروها. هنا عندي بطاطا من بعد ما تسلقات وهكذا يعني كتمعكوها، وضروري كديروها في الثلاجه كتكون بارده مزيان باش هكذا ما كتجيش هكذا ما كت بحال اللي ما كتسيحش معاكم، يعني كتكون جامعه راسها مزيان. كتقدروا الا بغيتوا هكذا تحضروها للغد ديروها يعني بليله اللي كتكون هكذا من قبل، وكتخليوها هكذا هكا كتسلقوها وتمعكوها وتخليوها هكا في الثلاجه. صافي هنايا غادي نضيف عليها كما كيبان لكم هذا الفلافل، يعني البصله والفلافل. صراحه راه كتجي بهذه الطريقه راه كتجي بنينه بنينه بزاف. والطريقه اللي كتجي ان شاء الله غادي تجيكم بسيطه، واكيد كيحمقوا عليها صراحه هاد البريوات بهاد الحشوه هذه كيحمقوا عليها وليداتنا بزاف. هنايا غادي نضيف عليها لدن كما كتشوفوا فيمي اللي قطعته هكذا رقيق، اللي صراحه هو كيعطيها واحد النكهه اللي كتجي لذيذه بزاف. وغادي نضيف هنايا الفرماج، نضيف تقريبا واحد المعلقه ديال البقدونس او المعدنوس، وغادي نضيف الكمون، من بعد غادي نضيف البابريكا يعني التحميره، وكتضيفوا هكذا كتصحوا هكذا يعني الذوق هكا المذاق ديال هكا بالنسبه للملحه غادي نضيفها حتى هي. من بعد غادي نضيف المعدنوس عفوا ضفتو، غادي نضيف الزيت الزيتون، وغادي ندمج هاد المكونات، وراه ضفت حتى واحد قليل ديال البودره ديال الثوم. صافي وغادي نبقى هكذا غادي ندمج فيها مزيان حتى غادي تندمج ليا هاد البطاطا مع هاد المكونات. كنحصل عليها بهاد الشكل هذا. وهنايا عندي الورقه ديال كما كتشوفوا الورقه ديال يعني ديال هكذا شناوه، غير هي هاد الورقه الصراحه ما عرفتش ولات خشينه، يعني ولات ما بقاتش كما كانت هكذا رقيقه كتعذب هكا بزاف. المهم ما كتعطيكش هكذا الطوع، كان ضروري انا دهنتها صراحه، كون كانت رقيقه ما غاديش ندهنها. كنضيف الكميه هكذا ديال هكا الحشوه ديال البطاطا، وكنسدها هكذا بالدقيق مع الماء على هذا الشكل هذا باش ما تفتحش معايا حيت هاد الورقه خشينه. صافي كنلفها بهذا الشكل هذا، غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى غادي نسالي هاد الكميه اللي عندي. ومن بعد ملي غادي نسالي ان شاء الله غادي نبين لكم ملي فتحت هكذا واحد بلاستيكه اخرى ديال هاد الورقه هذه، لقيتها رقيقه، يعني ملي كتكون رقيقه كتكون زوينه بزاف يعني، وكتجمع معكم بكل سهوله ما كتحتاجش معكم لا دهين لا حتى حاجه.
هنايا غادي نوريكم الفرق ديال الورقه. هذه هي اللي كما كتشوفوا هذه الورقه كتكون رقيقه، شوف كيفاش كتجي، يعني كتجي زوينه بزاف وكتجينا هكا يعني كما ما كتعذبكمش. وشو هذه الورقه هذه الخشينه صراحه كتبقى هكذا كتكسر وكتعذب، وهذه الورقه اللي كتكون رقيقه. صافي هنايا كما كتشوفوا هنايا هذه المرحله اللي غادي ندير الثانيه. عندي هنا البيض، ثلاثه البيضات اللي خفقتهم مع القليل من الصلصه الحاره، وعندي الدقيق، وعندي لا شابلور. هنا عندي هنا الذره اللي طحنتها هكا على الطريقه. كنضيف كما كتشوفوا المرحله الاولى كنضيفهم في الدقيق، من بعد كنضيفهم في هذا الخليط ديال البيض اللي ضفت عليهم الصلصه الحاره، ومن بعد غادي نضيفهم في هذه الذره، رقائق ديال الذره صراحه اللي كيجيو هكذا كنطحنهم كيجيو بحال شكل لا شابلور، هادو بيو يعني كيجيو صراحه القرمشه ديالو كتجي رائعه، كنستعملهم هكذا في الدجاج يعني في اي حاجه. صافي غادي نبقى انا مستمره بنفس الطريقه حتى غادي نسالي هاد البريوات اللي عندي او السيجار. هنا كما كيبان لكم كنحصل عليهم على هذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نمروا لهكا اللي غادي ملي كيكون هاد الطبقه ديال اللي كتكون هكذا من الفوق ضروري كتقليهم، يعني ما غاديش يجيكم هكا في الفران. صافي كنقليهم، غير هي كيكون الزيت هكا في الاول كيكون سخون مزيان، ومن بعد كديروا على النار اللي كتكون مهيله باش كطيب معكم الورقه حتى من الداخل ديالها كتقرمش. صافي كياخذوا لي هذا اللون الذهبي، صراحه كيجيو رائعين بنان بهذه الطبقه هذه المقرمشه، وهذا الحشوه راه كتجي بنينه بنينه اكيد. غير جربوها باش غادي تعرفوني على من كنهضر، غير جربوا هذه الحشوه كتجي ولا اروع. وكما كيبان لكم هذا هو الشكل النهائي، صراحه كيجي ولا اروع، مذاق ولذة، وحتى في غير الشوفه ديالهم كتفتح لكم الشهيه. كنتمنى ان شاء الله غير جربوهم اكيد غادي يعجبكم وينالوا الرضا ديالكم. هكا تقدموهم كنوعوهم في الطبيله ديالنا ديال شهر رمضان، والله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه والعافيه والمغفره والثوابات ان شاء الله. وان شاء الله ما تنسونيش بالتعليق ديالكم واللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم، وبسلام عليكم، خليتكم في امان الله وخليت لكم الصحه وراحه البال.